يدخل في فلوس أجنبية ماذا بيه نفتحوهم في الحلقة هذه؟ تفضل قول لنا بالدليل. زوز الحزاب الكبار اللي هما النهضة ونداء تونس. نداء تونس برشا صحفيين فيهم تمويل أجنبي. برشا صحفيين أنا راهو مانيش صحفي. نعم. مانيش حاكم تحقيق. أي. لكن نقرأ جرائد ونتبع التلفزة ونتبع المعلومات. أوتر شوز. هل ثم صحفيين كتبوا وقالوا نحكيوا على صحفيين بالسمعة نتاعهم يعرفوا اللي نداء مولدها الإمارات والنهضة مولدها قطر؟ احنا تمويلنا يعني تونس. النهضة حزب قطر والنداء مولتها. حزب الإمارات مولتها. وانتم يقولوا أنكم حركة فرنسا. أنا نعرف حاجة واحدة. فرنسا إذا باش توليوا حزب. أنا نعرف حاجة نفس واحدة. نفس الكلام راهو قاعد يتفرج عليك. شفت كيفاش احنا حزب تونسية راهو. يا تو نجيك سيدة أول. أي نعرف تونسية. احنا حزب التوانسة. وعندي أنا على شنو يدل على احنا حزب التوانسة. احنا حكينا مع 400 ألف تونسي. احنا جبنا وثيقة حكينا معاه. احنا حضرنا وثيقة فيها 12 نقطة ما تحكيش على شنو الشراكات اللي باش نعملوها مع البر. نحكيو كيفاش نحسنوا الحياة اليومية متاع التوانس. احنا اليوم عندنا 750 ألف تونسي صادق على وثيقة التوانس. اليوم أي مثال أنا نقولها ونتحمل مسؤوليتي. اليوم عيش تونسي الحزب الأقرب للتوانسة، وعلاش لا غدوة تكون حزب التوانسة.